بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الأعزاء، في هذه اللحظات ينطلق الشوط الرابع، والشوط الرابع مخصص للحجايج الجهادين. نتابع وياكم، ها هي الانطلاقة، نشوف انطلاقة موفقة وانطلاقة سليمة. نتمنى التوفيق لجميع المشتركين. وراء الآن في مقدمة هذا الشوط حملول، في المركز الأول للسيد السهيل بن عبد الله بن نصيب العفاري، وفي المركز الثاني الأسد للسيد راشد بن درمان الشامسي، وفي المركز الثالث شاهين للسيد ساري بن راشد الجتبي، وفي المركز الرابع مصيحان للسيد حمد بن محمد بن جهويل المري، وفي المركز الرابع مشهول للسيد حمدان بن محمد بن راشد بن غدير الجتبي، وفي المركز نشوف وناخذ اللي في المركز الخامس في هذه اللحظات. منذر في المركز الخامس للسيد سالم بن عبيد بن سعيد الزرعي، وفي المركز السادس شاهين للسيد احمد بن سيف الخصوني، وفي المركز السابع ظبيان للسيد نهيان بن نوبي المحرمي، وفي المركز الثامن شاهين للسيد سلطان بن احمد بن سلطان بن رشيد السويدي، وفي المركز التاسع من الجانب الثاني شاهين للسيد حبيب بن محمود بن حبيب، وفي المركز العاشر الغربي في المركز العاشر للسيد زايد بن سعيد بن سالمين المزروعي. هذه النتيجة، ونرجع إلى مقدمة هذا الشوط. أرى الآن مشهور وفي يوم الشهرة، مشهور في مقدمة هذا الشوط للسيد حمدان بن محمد بن راشد بن حمد بن غدير الجتبي. يا سلام يا مشهور، مشهور وهو مشهور في أدائه وفي شعاره وفي عرضه. ها هو مشهور، لا زال مسيطر حتى هذه اللحظات، لكن أرى الغدوم قوي من الجانب الثاني للسيد محمد بن علي، مسكت للسيد محمد بن علي بن سلطان بن رشيد الاجتبي. يا سلام يا مسكت، بدأ يسكت الأمور لصالحه في هذه اللحظات، وينتزع المركز الأول. يا سلام والسلام إلى أهل العوير، سلام عليكم يا أهل العوير، وأسعد الله صباحكم بكل خير وبكل محبة. تهانينا للسيد محمد بن علي بن سلطان بن رشيد الاجتبي على فوز مسكت بهذا الشوط. المركز الثاني قيث للسيد محمد بن علي بالسيود المزروعي، وفي المركز الثالث مشكور للسيد حمدان بن محمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، وفي المركز الرابع للسيد سيف بن جعفر بن مرخان الاجتبي، وفي المركز الخامس حملول للسيد سهيل بن عبد الله العفاري. ناخذ توقيت الزمني، ساعة وصول مسكت إلى خط النهاية، قاطع مسافة 2 كيلو متر في زمن وغدرة 2:58 ويتحطم التوقيت تحت أقدام مسكت. تهانينا للسيد محمد بن علي بن سلطان بن رشيد الاجتبي على فوز مسكت بالمركز الأول. المركز الثاني كان من نصيب غيث، قاطع مسافة 2 كيلو متر في زمن وقدرة 2:58 سبع أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد محمد بن علي بالسيود المزروعي. وفي المركز الثالث كان من نصيب مشكور، قاطع مسافة 2 كيلو متر في زمن وغدرة 2:59 ست أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد حمدان بن محمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. تهانينا للجميع والناموس.